الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 47، كتاب القدر. والقدر سدس أركان الإيمان، لأن الإيمان أركانه 6 والإسلام أركانه 5. الإيمان النبي عرفه وقال أن تؤمن بالله، أدي أول حاجة، بالله وملائكته 2، وكتبه 3، ورسله 4، مش كده، واليوم الآخر 5، والسادس إيه؟ والقدر خيره وشره، حلوه ومره. يبقى ده سدس الإيه؟ الإيمان، القدر. كتاب القدر وفيه 8 أبواب. الباب الأول باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 93 بعد 806 آلاف، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، واللفظ له، قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، والمصدوق أي من قبل وحيه النازل عليه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة، يعني يعلق في جدار الرحم القرار المكين، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، بعدما يعلق في جدار الرحم يبدأ ينقسم فيصير انقسامه يشبه المضغة، يعني كأنها قطعة لحم ممضوغة، فلما تطلع قطعة اللحم الممضوغة تجد فيها ايه؟ بروزات، وتجد فيها ايه؟ نتوءات، يعني اشياء داخله واشياء طالعه، بروزات. هكذا فعلا صورته كده بالحقيقه، لما تشوف تطور الجنين تجده بهذه الصوره سبحان الله، لان النتوءات تكون التجويفات بعد كده، الاشياء المجوفه كالرئتين والقصبه الهوائيه ومجرى الطعام والمجرى البولي، كل النتوءات دي بتعمل التجاويف، والبروزات تعمل الأعضاء اللحمية كالكبد وكالطحال وكجسم الكلية والعضلات والعظام، كل ما لا تجويف له. فسبحان الذي، وأحلى اسم ليها، حتى العلماء الأجنة ما لقاهاش اسم إلا كلمة مضغة برضه، يعني الاسم القرآني هو أدق اسم له، لأنها بتبقى قطعة صغيرة كأنها ممضوغة، لحمة ممضوغة، سبحان الخالق. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يبقى دي كام؟ 3/40 اهو، مش كده برضه؟ يعني 3/40 ب 120. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. طب وقبل كده ما هو كان حي؟ قال لك دي حياة نباتية عادية، حياة عادية نباتية حيوانية وليست حياة إنسانية، الحياة الإنسانية أرقى
وعلشان كده تلاقي في اطواره يمر يشبه الاجنة بتاعت كل الحيوانات في الفترة دي، شوية يشبه سمكة وشوية يشبه حيوان في الفترة دي، لحد ما يتكون الخلقة الانسانية ينفخ فيه الروح الانسانية بقى اللي تجعله انسان. فهمت بقى؟ يبقى قبل كده ما كانش فيه الروح الانسانية، كان في الاول وهو علقة ومضغة روح نباتية، وبعدين اول ما ابتدت تتكون الاعضاء بقت روح ايه؟ حيوانية، لكن مش انسانية لسه. الانسانية المكرمة بقى تيجي في 120 يوم. فهمت؟ ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر الملك انه يكتب قدر هذا المخلوق وهو لسه في بطن امه، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. رزقه ده يدخل فيها، شوف قد ايه، كل حاجة، طول جسمه وقدرته على الحركة وذكائه وفهمه وقدرته على النطق والبيان ومش كده وبس، وكمان هياكل ايه وهياكل كمية قد ايه لحد ما يموت، وكمية الهواء اللي هيتنفسه، كمية الماء اللي يشربه، والكلام اللي يقوله، وعدد الساعات اللي هينامها، الساعات اللي هيستيقظها، والمكاسب المالية اللي هتكسبها. شوف كل ده في رزقه، في كل ده مكتوب. ومش كده وبس، والأمراض اللي يصاب بيها ومتى يصاب بها ومتى يبرأ منها أو لا يبرأ منها أو يموت بسببها، والحوادث اللي تلقاها في حياته، يقع من الحتة الفلانية اليوم الفلاني ويتكسر، والعربية تخبطه في الحتة الفلانية، كل ده مكتوب، قدر مكتوب، أقدار. فهمت؟ بكتب رزقه وأجله، يبقى رزقه وأجله أربع كلمات. بكتب دي بقى بدل من أربع، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله، شقي أو سعيد يعني نهايته بقى، هيموت على الإسلام ولا هيموت على الكفر؟ لأن السعادة أن تموت على الإسلام، والشقاوة أن يموت على الكفر. فهمت؟ يبقى شقي أو سعيد دي نهايته، هيموت على الإسلام ولا هيموت على الكفر؟ إن مات على الإسلام فهو سعيد، وإن مات على الكفر فهو شقي. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني اقترب أجله، يعني ذراعنا كناية عن قرب الأجل يعني. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ورأينا مسلمين عاشوا مسلمين 60 سنة، وقبل ما يموت بسنتين ثلاثة كفر ومات على إيه؟ على الكفر. وهو كان عايش مسلم، كان حافظ القرآن كله، كان يصلي بالناس ويعتلي المنابر ويؤلف الكتب الدينية، ومات على الكفر. سبحان الله. ورأينا أيضا كفار يعيش عمره كله كافر، وقبل ما يموت بسنة أو بشهر يدخل في الإسلام ويحسن الإسلام ويموت ويدخل الجنة. فسبحانه، خلق الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه على أكمل حال. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في
في بطن امه. شو كلمه يجمع؟ دي دليل على انه ايه؟ من الذكر والانثى. البويضه تجتمع مع الحيوان المنوي فيكون المشيج الذي يعلق بعد ذلك في جدار الرحم، ثم ينقسم فيصير مضغه، ثم يظهر في المضغه العظام ويكسوها لحما والاعضاء، ثم بعد ذلك يذكر ويؤنث ويصير انسانا. فسبحان الذي رتب هذه الترتيب. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما، وأما 40 ليلة 40 يوما، يعني 40 يوما بليلة يعني. وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما بس، ما قالش فيها ليلة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربي، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره حتى خطواته على الأرض، والأماكن اللي هيمشي فيها، ووقت المشي فيها، كل شيء مكتوب، كل شيء لا يعني أمور يبديها ولا يبتديها، كل شيء بقدر سبحانه وتعالى. وأثره يعني خطواته وحركته في الأرض، وأجله عمره، ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فالقدر من جهة الله معلوم، ومن جهة العبد مجهول. فالعبد متعبد أن يجتهد ويحرص على ما ينفعه ويستعين بالله ولا يتعلل بما كان في جهة الله. فهمت؟ الله يعلمه ولكن نحن لا نعلمه، فعلينا أن نجتهد ونحرص، فكل ميسر لما خلق له. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. لما جاء إبليس يتعلل بالقدر مع ربه، قال: يا ربي ألم عندما أمرتني أن أسجد لآدم ألم تكن تعلم أني كنت لأسجد؟ فلما أمرتني حتى تعذبني؟ شو بيتعلل بالقدر، ما هو كافر، والتعلل بالقدر كفر. فهمت ازاي؟ فربنا اجابه وقال له: هل كنت تعلم اني
قد كتبت عليك أنك لا تسجد. قال لا، قال لذلك أعذبك. أنا أمرتك وأنت ما تعرفش أنك أنت في علمي أنك لا تسجد أو لا أو تسجد، لكن أنت الآن موجه إليك الأمر، فلما لم تسجد تكبرا؟ فإذا المتكبر لا يدخل جنتي. فهمت بقى المسألة؟ فالتعلل بالقدر عند الأمر كفر، والتعلل بالقدر بعد ظهور الأمر بعد انقضائه توبة. فهمت بقى ازاي؟ زي ما سيدنا آدم حج ايه سيدنا موسى، فبيقول له بتحجني بان انا بأمر كتبه الله علي، بس بيقول له الكلام ده امتى؟ بعد ما ظهر أمر الله وتاب منه. فهمت بقى؟ فلا تتعلل بالقدر قبل ظهور القدر، وإلا هذا يؤدي إلى الكفر والعصيان، ولكن لك أن تعتذر إلى الله بعد ظهور القدر، فتقول اللهم اغفر لي ما قدرته علي من معصيتك. فهمت ازاي؟ بعدما تقع المعصية ممكن تقول كده، لكن تطلب ايه المغفرة وتطلب ايه وتندم، ثم تحرص في المستقبل على ما ينفعك كما فعل ابوك ادم. ابوك ادم علمك ازاي تتعامل مع القدر. فهمت بقى ازاي؟ اذا وقعت منك المعصية تندم وتلجأ الى الله وتجأر اليه. فاذا جاء انسان بعدما تبت الى الله واجتباك جاء يعيرك بالمعصية السابقة، تقول اتعيرني بشيء قد كتبه الله علي؟ حتى يكون لك حجة عند من يريد أن ينتقصك في حال كمالك. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي، يعني الملك مش بيخلقها، الملك بيصورها على أمر الله، لكن هنا نسب الخلق له من حيث الظهور، وهي نسبة مجازية وليس نسبة حقيقية. فيقول يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول يا ربي أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. عشان كده في ناس بتتولد عندها أمراض، يتولد عنده نقص في بعض خلقته. ثم يقول يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وعن أبي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. وعن أبي قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد رفع الحديث، يعني وصله إلى قال رسول الله، هذه معنى رفع الحديث، أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، يعني كل تطور مرحلة تطور يأخذ الإذن، لأن ممكن يحصل سقط فلا يكمل الحمل فيستأذن في كل مرحلة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهمت؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني لا تفرح فرح بالنعمة يطغيك، ولا تيأس يأس بسبب التقصير فيما مضى يقنطك من رحمة الله. فهم؟ فتكون بين الخوف وبين الرجاء. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد اللي هو مدفن أهل المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله، كان النبي يقعد حتى تدفن الجنازة، فكان النبي يقعد حول القبر حتى تدفن الجنازة، فالنبي قعد وقعد حوله الصحابة، فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، والمخصرة يعني عصا لطيفة مثل العصا كده يمسكها الإنسان في يده، يسموها مخصرة، تبقى عصا لطيفة يعني مش ليست كبيرة، يتوكأ عليها أحيانا يستند بها، فنكس فجعل ينكت، فنكس يعني نظر للأرض، فجعل ينكت بمخصرته يعني يعمل خطوط بالإيه بالمخصرة كده ويضرب الأرض بيها ويرسم بيها، أدي معنى إيه ينكت، ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. هتلاقي أهل السعادة دول لا يستطيعوا أن يعيشوا إلا هم بيعملوا أعمال أهل السعادة، كل ميسر لما خلق له، وأهل الشقاوة ما يعرفش يعيش إلا وهو يعمل عمل أهل الشقاوة، ما يعرفش يعيش إلا كده. فاهم؟ يعني أنت لو جبت مثلا صرصار، عارف الصرصار؟ جبت صرصار ونظفته وقعدته في أوضة محترمة نظيفة وجبت له أكل نظيف، يهرب ويقعد في البلاعة، لأنه ساعدته في البلاعة مش ساعدته في النظافة دي. فهمت ازاي؟ لأنه من أهل البلاعات. كذلك ايه؟ ولو جبت واحد حطيته في حتة مش نظيفة وهو من أهل النظافة يقعد طول النهار يكنس فيها نظافة لحد ما يخليها آخر نظافة، لأنه ما يعرفش يعيش كده. فهمت ازاي؟ كذلك أهل الجنة ما يعرفوش يعيشوا إلا على هيئة أهل الجنة، وأهل النار ما يعرفوش يعيشوا إلا على هيئة أهل النار. فلو أهل النار ربنا حطهم في الجنة يزوغوا كده ويروحوا على النار، ما يعرفوش يعيشوا في الجنة، زي ما الصرصار كده يروح سايب الأوضة النظيفة ويقعد في البلاعة. فهم؟ سبحان مجمع إلا ما وفق. لو جبت أنت خنزير ونظفت له كل أكله، كل أكله وغسله له وما فيش أحلى من كده وتقدمها له، عارف؟ يتبرز وياكل برازه. صور وسيب الأكل النظيف، لأن متعته في النجاسة، متعته إنه ياكل النجاسة، أنت كده ضيعت متعته. فهمت بقى إزاي؟ فربك خلق الناس على هيئات كثيرة كما خلق الحيوانات على هيئات كثيرة، كل سعادته فيما أقامه الله فيه. فتجد أهل الجنة في الدنيا سعادتهم في عمل أهل الجنة، وعمل أهل النار في الدنيا سعادتهم في عمل أهل النار. سبحان الله، عادي كده إيه؟ سنيسره لليسرى وهنا سنيسره للعسرى. فهمت بقى؟ تجيب اهل النار تقعدهم مع اهل الصلاح يبقى مخنوق ومش طايق وعايز يمشي، مش وما يطقش، اول ما تدخله خماره يا سلام يجد السعاده كلها، يبقى سعيد وينطلق ويذبح. تجيب انت واحد صالح تقعده في الخماره يبقى مخنوق مش قادر يقعد، اول ما تدخله الجامع ويلاقي الناس اهل الصلاح يستريح. كل ميسر لما خلق له. فهمت؟ فلا يظلم ربك احد، لا يظلم ربك احد، اعرف دي كويس.
عارف يظلم امتى؟ لو جاب اهل الشقاوة واجبرهم يعيشوا في وسط اهل السعادة، يبقى كده ظلم. ولو جاب اهل السعادة واجبرهم يعيشوا في وسط اهل الشقاوة، يبقى كده اجبرهم. لكن ربك ايه؟ ما يظلمش حد. فهمت بقى؟ فاعرف كده كويس. هم عملوا على فكرة تجربة الخنزير دي، عملوها لعلمك، لان قالوا ان الخنزير بياكل الروس وبياكل، فهم بيحبوا اكل الخنزير، فعملوا مزارع ونظفوا، والخنازير يلموا الروس بتاعتهم في بامبرز ويعملوها مواسير ويبعدوها عنهم ويجيبوا لهم اكل نظيف. لو الخنازير بتخس وابتدت تاكل الروس اللي هم يعني يلتفوا يسيبوا وياكلوا الروس. سبحان الله، حاجة غريبة. فاهم؟ لان ربنا كده يسرهم للعسرة. فهمت ازاي؟ والتاني ميسر لليسر. لو ما جبتلوش اكل نظيف يمتنع عن الاكل حتى يموت، ما يعرفش ياكل الا النظيف. فهمت بقى؟ فقال رجل: يا رسول الله، افلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده، يعني هيلاقي نفسه لا يجد نفسه الا في عمل اهل السعاده. ومن كان من اهل الشقاوه فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه، وقال: فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حا قال: وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وعن أبي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وعن أبي قال: اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال: حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال: قيل: يا رسول الله،
أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن ابن علي حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد. وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي الأسود الدئلي وساعات يكتبوا الديلي وساعات يقولوا الدئلي. قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني لو تصورت الظلم انك تتصرف فيما لا تملك وده كل شيء يملكه الله، ازاي تقول ظلم بقى؟ فهمت؟ عشان كده فزع. ازاي تتصور؟ هل هناك مالك مع الله؟ الظلم ان تتصرف فيما لا تملك. فهمت؟ والله يملك كل شيء. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إلا لأمتحن عقلك، يعني لأحرز عقلك يعني أشوف بامتحنك. يعني إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها هجرها وتقواها. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. لأن الثاني اللي بيختم عمله بعمل أهل النار وهو بيعمل بعمل أهل الجنة كان يعمله لا لله، كان بيعمله مصالح مش بيعمله لله. الله لا يخيب المخلص أبدا ولا يخيب المؤمن أبدا. والتاني اللي كان في الكفر ده وبعدين ربنا ختمه بالإسلام كان في الكفر وكان غير راضي عن الكفر، كان بيبحث كيف يخرج مما هو فيه، ونفسه دائما تلومه ونفسه دائما طواقة إلى أن تصل للحق، فلما وصل للحق مات على الحق. فهمت بقى؟ فالعبرة كلها أن تخلص لله سبحانه وتعالى، فالله لا يخيب ظن المخلص. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. شوف عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن قلبه مش كده، عشان كده احنا بنشوفه بس ان هو من اهل الجنه احنا شايفين، لكن جوه قلبه ربنا مطلع، قلبه مش كده، ده بيعمل عمل اهل الجنه عشان سلطه عشان دنيا عشان يضحك على الناس عشان ايه ياخد بعض المناصب او ياخد بعض ايه الفوائد. فهمت؟ لكن مش بيعملها لله.
فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، لأن قلبه إيه يلومه، وقلبه باستمرار غير راضي عن عمله لحد ما ربنا يوفقه إلى العمل الذي يموت عليه فيدخل الجنة. وعشان كده ربنا أقسم بالنفس اللوامة. أما الآخر فهو يعمل بعمل أهل الجنة ونفسه أمارة بالسوء، فالنفس الأمارة مأواها لابد أنها تصل في الآخر إلى النار، أما النفس اللوامة فمأواها أن يجبرها الله ويجبر نقصها. ونقف على باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.